اليوم موضوعنا فيه خليط من المشاعر لأنه يخص الأطفال. لما نحكي أطفال بنحكي ضحكة، ابتسامة، عفوية، براءة، المفروض. ولكن في بعض الأحيان الأطفال أيضاً بحسوا بمشاعر مضطربة، بمشاعر غريبة ما بيعرفوا كيف يعبروا عنها، فبطلقوا عبارات إحنا بنستغرب منها، بنستهجنها، أو بتصرفوا بعض التصرفات والسلوكيات الغريبة التي تعبر عما بداخلهم. يعني هم بترجموا مشاعرهم وأحاسيسهم من خلال عبطة، من خلال ضربة على الإيد، من خلال جملة بنستغربها، من خلال دمعة، من خلال محاولة مستميتة للفت انتباهنا. هؤلاء هم الأطفال. امبارح حطيت سؤال، قلت شو هي أغرب عبارة حب طفلك سمعك ياها وعبر لك من خلالها عن حب؟ نبدأ مع مجموعة من العبارات اللي وصلتني على إنستغرام لما سألت الأمهات والأباء اللي بتابعوني شو أغرب عبارة حب أو أحلى عبارة حب سمعتها من ابنك أو من بنتك. ماما حتى رموشك ريحتهم حلوة زيك. لما تكون رجلي بتوجعني بيقول لي ماما أعطيكي رجلي أنا. بحبك 90 فل. بحبك أكتر من النوتيلا. من يومين كنت مريضة وحرارتي عالية صار ينفخ على راسي. بطلوا يحبوني لأنه أنا اللي بدرسهم، بقولوا لي بابا بر الأمان وماما بر العذاب. ما بحس بالدفى إلا بحضنك. لو خيروني بين كل أمهات الدنيا بختارك أنتي. بنتي قالت لي أنتي بتشبهيني لأنك حلوة مثلي. الحمد لله أنه أنتي ماما. ما تطلع من البيت وأنا بالمدرسة عشان بشتاق لك. بحبك قد الأردن. لما عرف أنه بس أكبر رح أموت صار يبكي. كنت مريضة شافتني بنتي وأنا موجوعة، مسكت إيدي وصارت تدعي يا رب ماما ما تموت، مع أنه عمرها 4 سنوات فقط. أنا بحبك قد الحوت ماما. بحبك يا ماما وأنتي ناصحة ما تنحفي. ماما أنا حنين عليكي، هيك بسألني. اليوم عم نحكي كيف الأطفال بيعبروا عن حبهم وكيف بترجموا مشاعرهم من خلال عبارات بسيطة جدا 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 وهيك بتنعنش القلب. ما في أحلى من شعور تحسي إنه ابنك ممتن لكي، بحبك، بيقدر اللي بتعملي له إياه، حاسك أنت الأفضل، حاسس إنه أنت عم بتقدمي له كل إشي، مش بالضرورة كل إشي بده إياه، ولكن كل إشي أنت بتقدري عليه أو أنت بتقدر عليه. من العبارات اللي وصلتني أنا ما بدي أدخل الجنة من غيرك، قمة الحب. في واحدة بتقول لأمها ماما أنا بحبك كتير قد البقرة، يعني هي مش أمها قد البقرة، هي بتحب أمها، يعني شايفة إنه البقرة إشي كبير، فبتعمل قد البقرة. في مسج وصلتني يعني أثارت استيائي بشكل كبير جدا جدا جدا، بتقول جوزي ضربني ونزل الدم من راسي ونزل الدم على عيني. ابني عمره 4 سنين صار يعيط يقول لي ماما خدي عيني، أنا بحبك لا تخافي. أنا عندي رسالة هون بدي أوجهها إلى الآباء اللي بيمارسوا العنف المنزلي بأشكاله سواء كان لفظياً أو جسدياً. ماذا تعتقد بأنه هذا الولد سيصبح بعد أن يرى مشاهد في منتهى القسوة؟ شو بتتخيل أنه ابنك كيف رح يقدر يواجه الحياة وهو خايف؟ كيف رح تصير تدعي يا رب ابني ما يعيش على الهامش وهو شايف أنه أمه عم تتوسلك أنك ما تضربها أو أنك تدير بالك عليها؟ كيف بده يتصرف لما يعرف انه النموذج الرجولي اللي بيشوفه بحياته اول واحد هو غير رجولي، هو بمد ايده بدال ما يحمي، بضرب كف بدال ما يحضن؟ شو بتتوقع من هالطفل اللي رح يكون عبارة عن كتلة من العقد النفسية؟ انت لما تضرب امه انت ما بتأذي بس امه، انت موت ابنك على عمر 4-5 سنين. في طفل عمره 4 سنين كتير كيوت، بعتت لي ام قالها ماما اسمعي بدك الجود نيوز اول ولا الباد نيوز؟ قالت له الجود نيوز. قالها الجود نيوز اني بحبك. قالت له الباد نيوز قالها اني كسرت الكاسة. ناخد اتصال. الو. الو صباح الخير. صباح النور. صباح الفل، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. مين معنا؟ اقبال من العقبة. كيفك يا ست اقبال؟ تمام الحمد لله. اهالي العقبة الكرام بنحبكم كتير. واحنا بنحبكم والله. الله يخليكي. عم نحكي عن عبارات حلوه غريبه بسيطه عبروا فيها الابناء عن حبهم لابائهم وامهاتهم. في عباره معينه يا اقبال، انت متزوجه عندك اولاد؟ اه. اعطيني. عندي
عمرها بصف ثالث. بنت بصف ثالث، الله يخلي لك اياها. الله يسعدك يا رب. شو قالت لك؟ دائما تحكي الاشياء حلوه، بس في كلمه اسمعها منها بحس قلبي بيطلع بمكان. يا عمري دائما تحكي لي امي ثم امي يا روح قلبي. ودائما دائما لما اروح على المستشفى بتخاف علي. انا بخاف عليك ماما، لا تروح على المستشفى لما اكون مريضه او تعبانه او شيء زي هيك. يا عمري بتقول لك امي ثم امي. امي ثم امي ولحد اخر يوم في عمري. دائما هيك تحكي لي اياها، امي ثم امي. هاي الاغنيه منا لك، احلى اقبال. ابني عمره 3 سنين، عمل غلط، اجيت بدي اعاقبه، حكى لي ماما لا تضربيني انا زلمه. انا بدي احكي لكم شغله، والله خدوها يعني نصيحة هيك من أخت. ضرب الأبناء بكسر شوكته وهيبته وكرامته. أنت بعد ما تضرب ابنك كف، كيف تعتقد أو كيف تطلب منه أنه يحافظ على كرامته، أنه يكون بهالدنيا واقف زي الحصان زي الشجرة؟ كيف بدك تطلب منه أنه الكسب المعنوي أهم من الكسب المادي وإنت نفسك أهنته؟ كيف تطلب منه ذلك؟ الضرب لا، الضرب لا. واللي بيقول لي الضرب بيأدب، لا، انا ضد الضرب قلبا وقال. احكي معه بي 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 بلهجه شديده، احرمه من شغله بحبها، خلي في عواقب. انا مع العواقب، خليه يعرف انه كل سلوكيات خاطئه في مقابلها عواقب وخيمه، بس الضرب لا. اخذ اتصال اسيل على الخط. صباح الخير يا اسيل. صباح الورد، كيفك ناديه؟ كيفك يا قمر؟ الحمد لله، الله يسلمك. الله يسعدك يا رب. الله يخليك يا حبيبة قلبي. خبرينا يا أسولة، أحلى عبارة هيك قال لك ياها ابنك. ماما بحبك قد البحر. قد البحر وسمكاته. قد عمره؟ بنتي عمرها 4 سنين وحابة تشارك معك. أعطيني أعطيني. هاي ألا. مرحبا. مرحبا. كيفك يا حلوة؟ الحمد لله. شو روحي، شو اسمك؟ اسمي سيدرا. سيدرا؟ شو حلو هالاسم. انت بتحبي الماما قد البحر؟ بحب ذات الماما قد البحر. يا عمري يا عمري يا عمري، الله يحميكي. سيدرا انت حلوة؟ مين احلى، انا ولا انت؟ انا. يا عيب شو. هدول هم الاطفال، هدول هم الاطفال، احلى سيدرا بالعالم. الله يخلي لك اياها ويحميها. من المسجات اللي وصلتني، كنت مريضه لقيت بنتي كاتبه رساله، ماما رح احوش لك حق الدواء من مصروفي لا تخافي. في طفل عمره 7 سنين قال لامه ماما اذا ما معك مصاري انا بعطيكي. في طفل قال لامه ماما بشوفك احلى ام بالدنيا، بدي اتجوز وحده شبهك. ابن البط عوام ملسن زي اللي خلفه. ناخذ اتصال. الو الو. صباح الخير. صباح الفل. كيفك ام زيد؟ اهلا وسهلا، بحب تقولوا لي ام زيد. مين معنا؟ معك زيد ريان. اهلا زيد، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. في عباره واحنا صغار كنا دائما نقولها، ماما احنا بنحبك قد السما قد السما، وانا كمان بحبك قد السما. يا الله يا زيد، انا كثير بنبسط بس اسمع صوتك، انت بتعرف. والله يا رب يخلي لك الست محمد. يا الله يخليك. زيد عليان على فكرة هو مستمع من زمان، وهو مشاهد، وهو صديق عزيز وأخ إلنا كلنا، وبتواصل معانا بشكل كبير، وأنا بحترمك وبحترم والدتك الست أمل كمان، الله يحميها. اتصال آخر. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. كيفك نادية، شو أخبارك؟ أنا منيحة، كيفك أنت؟ والله تمام الحمد لله. حبيبة قلبي، تعرف إنه موضوع الحلقة اليوم هو نقطة ضعفي؟ يا عمري، يعني أنا صرت أم لثلاث أطفال، اليوم لما أعبر عن حبي لأمي وأبوي بصير عيط، ما بعرف يا روحي. وحياة الله، يمكن بخاف عليهم من المستقبل كتير، ولادي طالعين مثلي. ولادك طالعين مثلك. تمام. طب شو بتقولي لأبوك وأمك لما تعبري لهم عن حبك؟ شو هيك عبارة دائما بتكرريها؟ يعني دائما بحكي لهم انتوا جنتي على الارض، سندي وقوتي وحياتي وكل شيء. يا عمري، يمكن والدي بيسمعك زياد قوادر، فبحب اوجه له تحيه من خلالك. الله يسعد صباحه الاستاذ زياد. اولادك طب شو بيقولوا لك، بيعبروا لك عن حبهم؟ بتعرفي عندي بنت اسمها جوري، لما انادي عليها بالبيت جوري بتقولي يا روح على جوري. يا عمري يا عمري. عمرها 3 سنين فبلاقيها قد الدنيا منها. يا روحي. وعندي أميرة وجمال الله يحفظهم دائما دائما، يعني بعبروا لي عن حبهم. الله يحميهم. شكرا كثير لك يا حبيبة قلبي، شكرا لاتصالك. اسمعوا، بتذكر أنا لما كنت حامل بزيد كان في عنا زميلة بالشغل عندها ولد،
فأنا بضل أقولها يعني معقول يعني جد بقولوا إنه الأم بتحب الإبن حب غير عادي غير طبيعي؟ طب ما عادي منحب كتير ناس حوالينا، منحب أهالينا، منحب إخواننا وكذا. قالت لي نادية حب الإبن أو البنت بيوجع القلب، وأنا والله العظيم بحسها مرات بكون أطلع على ابني وبيمشي الله يخلي لكم أولادكم ويحفظهم، قلبي بصير يوجعني من كتر ما أنا بحبه وخايفة عليه ونفسي أحبسه بهالغرفة وما أطلعه، على الرغم من أني بعرف بأنه هو مش إلي، أولادنا ليسوا لنا، بده يقتحم الدنيا لقدام. احضنوهم، بوسوهم، اعبطوهم في الوقت اللي لسه بسمحوا لكم انكم هيك تعملوا. هلا هو لما يلزق فيكي بتكوني انت متضايقه، بكره بفتره المراهق رح يفضل اصدقائه على عائلته. استغلي المرحله المبكره، استغلي لما يمشي، استغلي لما يعبط، استغلي لما بده يلفت انتباهك، استغلي لما ما يقدر ينام الا هو ماسك ايدك، لانها مرحله عابره. من اجمل العبارات اللي وصلتني عن الامهات والتعبير عن الحب للامهات والاباء، بس معظمهم كانوا للامهات صراحه، يمكن امهات اكثر اللي بيتابعوني. ابني بحكي لي انت ملكه جمال الامهات. في طفل قال لامه بتعرفي شو اكثر ريحتين بحبهم بالعالم؟ ريحتك وريحه كعكه البردقان. ابني بحكي لي ما بدي بنات في حياتي غيرك. في مسج وصلتني يعني وجعت قلبي، كنا بسوريا وقت الحرب وكانت تقول لي إذا ضربونا يا ريت نموت سوا. الله يحميكم يا رب. في طفل بيقول لأمه بس تموتي والله لا أحط صورتك بصدر الدار. شكرا يا ما يعطيك ألف عافية. في طفل بيقول لأمه ماما بحبك قد كل الدكاكين اللي بالعالم. في طفل بحكي لأمه لما يأكل من أكلها يسلموا إيديكي ويكتر الخير عليكي. في طفل بيقول لأمه ما تروحي على الشغل وأنا نايم صحيني عشان أبوسك. في ست بعتت لي ابني عمره 5 سنين لما توفى والدي وشافني عم ببكي مسك إيدي وحكالي يما لا تخافي أنا سندك. يعني للأسف اليوم ما معنا إلا هاي الفترة نقدر نكمل فيها الموضوع، مع أنه يعني وصلنا عدد كبير جدا من المسجز. في شخص قال لأمه ماما، طفل قال لأمه ماما أنت حاطة كرسي وقاعدة بقلبي. في طفل عشان تشوفوا كيف الأطفال بحسوا فينا، ابنها كان عمره سنة شافها عم تبكي قام لهايته لبتمه وأعطاها إياها. بتعرفوا شو يعني؟ يعني أعطاها في ذلك الوقت أغلى ما لديه. زيد قديش بتحبني ماما؟ قال لي موتي وشوفي قديش رح أبكي عليكي. قلت له الله لا يطير لك.